حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا برنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات البرنامج، ونسمع آرائكم باللي تقولوا. لكن بداية اللي يحب يشارك بالبرنامج يقدر يشارك ويانا على الأرقام التالية. أول رقم تشوفوه هذني الاثنين قدامكم، تقدرون تتصلون بنا من أي تليفون عندكم من مزاخو إلى الفاو بأي دقيقة من دقائق البرنامج، فعندكم ذني الرقمين للداخل العراقي. أما الرقمين اللي راح يطلعن هنا هسه ذني رقمين إلى الخارج، فعندكم أربع أرقام للاتصال، رقمين للداخل اللي شفتوه قبل شوية، وعندكم ذني الرقمين اللي تشوفوها أمامكم هسه هنا ذني إلى الخارج. تقدرون أيضا من داخل العراق تتصلون على ذني الرقمين، فعندكم أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم هواية رسالة تجينا لحد الآن على الواتساب وتقول ليش ما تجاوبونا أخي العزيز، من الدق على هذا الرقم ما يبين يمي، من الدق على هذا الرقم ما يطلع عندي اتصال، هذا الرقم فقط للرسائل، يعني حتى احنا كاتبين لك للمشاركة عبر الرسائل. تقدر تكتب لي رسالة وأتمنى تكون متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نعرف صاحب الرسالة منو ومن وين ونقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. لكن هذا الرقم ما أقدر أستقبل به اتصال أو فيديو أو مكالمة أو رسالة صوتية، لأنه ما راح تبين يمي. فلا حد يزعل لأنه أكو هواية رسائل تقول ليش ما تجاوبون، ليش ما تأخذون اتصال. أريد نشارك أخي العزيز، تريد تشارك عندك الأرقام الأخرى للمشاركة، أما هذا الرقم رقم الواتساب هو فقط للرسائل المكتوبة. الفيديو اللي شفتوه كانت آمال المتظاهرين في محافظة العراق وهم يتابعون أثناء تظاهرهم مباراة العراق مع إيران. هذا الفيديو اللي شفتوه في بجهود خاصة. أما موضوع الحلقة اليوم، يعني اليوم المفروض أكو حدث اللي هو عيد الصحافة العراقية، تأسيسها أو ذكراها 152. الصحافة هي من المفترض أن تسمى السلطة الرابعة. عندنا ثلاث أنواع من السلطة، لأن التنفيذية والتشريعية، البرلمانية السلطة أو الحكومة سلطة تنفيذية أخرى، وعندك القضاء هي السلطة قضائية ثالثة، ذن ثلاث سلطات رسمية. أما الصحافة في كل العالم اسمها السلطة الرابعة، لأنه من المفترض حتى نفهم شنو قضية السلطة الرابعة، هو ما عنده إمكانية أنه يتحكم بالدنيا، بس عنده إمكانية أن يدخل إلى أي مكان بالدنيا. الصحفي من المفترض أن يدخل إلى أي مؤسسة بدون ما يوقف أحد، يلتقي بأي شخصية مهما كانت هذه الشخصية على درجة كبيرة من النفوذ. لهذا السبب سميت الصحافة بالسلطة الرابعة، تدخل إلى السجون، مراكز الشرطة، دوائر رسمية، بنوك، برلمان، وزارات. فالصحافة بالعالم سميت بالسلطة الرابعة لهذا الأمر. لكن مع الأسف أنه العراق اليوم ما بيشي اسمه السلطة الرابعة، بالعكس اليوم أكو انتهاك لحرية الصحافة، أكو اعتداء على الصحافة، أكو أذية بالنسبة إلى الصحفيين. الصحفي اليوم لما يطلع بالعراق أو المراسل أو الإعلامي أو أي شخص لما يطلع اليوم بالعراق يريد يؤدي واجبه، وهو واجبه أن ينشر ما يحصل على أرض الواقع، وما يكون الصحفي مسائل عن اللي يقوله، لأنه هو راح يصور قضية معينة كمل تصويرها ونشرها إلى الناس، مو بالشرط أن تكون هاي القضية هي رأيه أو قناعته، هو ده ينقل، هو ناقل لما يحصل على أرض الواقع. فما يساءل الصحفي اليوم، الصحفي بالعراق مساءل من كل الأطراف، اعتداءات على صحفيين كثيرة، ضرب إلى صحفيين كثيرة، كم مراسل ومراسل انقتل، كم مصور صحفي أو مصور تلفزيوني انضرب وتكسرت كاميراته نتيجة أنه ماكو اعتراف بهؤلاء. فذكرى تأسيس الصحافة العراقية 152، شنو كان
وضعها بالعراق في عام 2021. أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفن. عليك السلام والرحمة والإكرام. الله يحفظك يا أبا. أول شيء الصحافة هي حرة، يعني مفهومها العائلة الإنساني حر. نعم. أنت تنقل حدث فشيء مهم بالعراق، يعني مثلا تروح على منطقة بها أشياء تضر الشعب، ينقلوها للواقع هذا ويعرفون الناس بين هاي المشاكل تصير. هم ما يخلون الواحد يعني يصور المكان اللي يريد يعني يشتغل به أو يوصل المعلومة. يعني هسه حدث ولا حادث مثلا حتى بساحة التحرير، أتحدى أي مصور يقدر يصور، لو ما عليه ماكو الكاميرا لو الموبايلات ما يقدر يصور. فهي الحرية مكتوبة على العراقيين من قبل الدولة، لا دولة، لا دولة، هي دولة ماكو عندها. فلذلك قتلوا صحفيين، انضربوا، انهانوا، حتى المحطات العربية أو أي محطة قاموا يطبون عليها فشوها ويدمروها. ما يردون شيء يطلع للعالم، يعني هم جايين مصممين على العراق. إغلاق أغلاق عين الحقيقة عن الشعب. وحدث ولا حرج، يعني أي 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 مصورين يروح السجون، يروح يطلع على الناس المضطهدة، ما يخلوهم، يعني يدخلون هم بس هم كاميراتهم تشتغل. هاي الحرية على العراق، والعراق ما دام محتل من قبل أذناب دول هواية، فماكو حرية صحافة. وتشوف بالتلفزيون القوات الشيطانية اللي جاية بأمر إيران أو بأمريكا أو بإسرائيل أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها دول متحالفة، ما يردون حرية للعراق. يعني ما دمروا كل شيء بالعراق، حتى الصحافة هي أسهل شيء، هي الصحافة. رجل مصور يصور أحداث، يدور العالم بيها، ينقل الحقائق، ما يردون الشيء هذا. وإذا الصحافة ما تتعدى بالضبط الشيء اللي يخدمهم يصوروه، ما يخدمهم ما يصوروه. يجي وزير، رئيس وزراء من أي غير دولة يجي يصوروه حر، بس ما ينقل أحداث تصير بالعراق وتأذي العراقيين، ما يقبلون. يعني شباب احنا ما عندنا دولة ولا عندنا قيادة ولا عندنا بلد، مدمر من كل النواحي. نعم شكرا. شو لك يعني مصيبه. نعم شكرا شكرا لك ابو حسن. محمود من الموصل حياك الله يا محمود. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذي هذه الدوله راح صارت انفتحت علينا الجبهات، هذا راح العراق بعد انهار، هذا العراق تنجر من قاد علينا الموت الاحمر، التركية من هنا من العماديه الموت الاحمر، الميليشيات الموت الاحمر، قتل حمر. البارحة واحد مات من ربعنا، مات بنا الصرية، هذا اللي هو يوم من بطريق حازينه بس يجن يروح الفاتحة يقفونه من عند هذا، يرددونه يقولون هذول الميليشيات، فنروح الفاتحة يقفونه كلها رددوها من عند الرشيدية. اللي مات بالسجن، اللي مات بالسجن، وأنا مسؤول عن كلامي. صباح محمد عناد بن رشيدية مات بالحوت من التعذيب، وماكو سيطرة، راحوا استلموا من غادي لو يوم بطريق الاستطاعت، يلا مشوا من هنا ومن هنا مدبسوا حلوقهم. احنا ما عندنا حكومة، صرنا فريسة، احنا لما صرنا فريسة 100 مكتب في اليوم الحزب دعوة بالموصل صباح 100 مكتب كلها، ومعاتك بالله ومان الله محمد رسول الله. فتحصل السنة من وراء عندنا العملاء من جمعة وطالب وربع وذول بالبرلمان، تحوا 100 مكتب هنا الحزب الدعوة على الانتخابات، كل احزاب الدعوة صارت لك هنا، وفرح اللي يرفع راسه ما يصير على الانتخابات. نعم. احنا اذا ما ينقرص راس الحية نور المالك وهذا العامل ذولا حرام، اذا يسوق عطاك بس وحدة، انا اقول لك انتخابات وحدة، واللي يشوف العين كل شيء يسولف، لا يستجيب احنا شغله واحده. نعم. كل شيء نشوف يسولفوا، شوف العين بلا ذمه. فلا حد يشيل شغله وكذب. عادك بالله ما نفرط الانتخابات من جاء من 20 يوم وجاب، اذا ما صار 100 مكتب مال الحزب الدعوي هنا. فتح مكاتب، نور الملك فتح مكاتب، الحلقوز فتح مكاتب.
رجل الاعمال فتح مكاتب، وعندك الوزير فتح مكاتب، يعني شلون راح تطلع انتخابات؟ احنا بطاقتنا تطلع بالخامس، لسه تعدلوها للثامن. لا يطبعونها زيان غادي ويحولونها من غادي. بس عندنا وحده تنجح انتخابات استاذ. بس وحده. اقول لك احنا نقول هذه الحكومه من هالاحزاب ما لي كل شيء. ما لي ولا واحد. ولا ما تنجح انتخابات، انا اقول لك. شلون كانوا يكتون على مقاعد السبيكر. عدوا 10 بعدهم بالشرقات وراحوا ذبحوهم قاتلوا ذبحوهم قاتل السنه. واليوم ولدنا 4 سنين ما نندلهم وين؟ ما نندلهم وين؟ ما نندلهم وين؟ ايران محيك حط طيارات قامت تنزل بالعراق، معسكرين تراهم 3 طيارات احرار الثوري، وجرف الصخر انت وقلت مثلا عن كلامي. من قبل شهر جرف الصخر حرس الثوري وانت عشان تخلوا الحجر يزورونه يشيل يقول مزروع ميزابيه النوب، والنوب قام يزرعوا فيه مخلفات. انا ممنون منك وشكرا. شكرا شكرا لك اخ محمود. ابو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ فهد وحيا الله قناه الرافدين البطله. حياك الله اخوي. حياك الله استاذ. موضوعنا العفو تاسيس الصحافه بالنسبه عيد الصحافه او عيد تاسيس الصحافه. نعم عيد يعني الصحافه استاذ العفو عيد تاسيس الصحافه اللي وجدت هاي الصحافه استاذ، والناس اللي عندهم هاي المهنه العظيمه يعني كل العالم اللي حبهم هاي الصحافه وهذا العمل ادارته، وكيف الانسان يعني في اي مكان يكون بالعالم يجب ان يقدر هذا العمل اللي قاعد يقوم به ويقوم الناس وشعبه من خلال اعضاء لبعض الامور اللي تحدث بالبلد اللي قاعد يريد الشعب. فهاي موجوده بكل العالم اللي موجوده اللي يعيش بها المواطن. لكن عندنا بالعراق العفو استاذ الصحافه ما يعني عندهم فشي بانه هذا يعني صعب انه يبينون به او تشهير هاي الامور، يعني دا يحتفظ امور عندنا بالبلد مثل يعني اي حد الصحفيين اذا صار اي خلل اي سبب اي هجمه اي تعدي من هاي الامور يعني وما شابه، اذا اكتشفت سلطه الاحزاب او عرفت به من هو هذا الشخص او صور او اعطى كلامه في جريده او اعطى كلامه في مجله، هذا يقتل وهذا يهان. هذه هاي الامور اللي قاعد اللي صارت عندنا بالعراق من 2003. الصحافه ما ماخذه دورها بشكل طبيعي، وكافه الصحفيين اللي موجودين عندنا هنا بالعراق للاسف يعني هاي المهنه قلت لانه سببها كله القتل، وسببها الاغتيالات، سببها الدمار اللي قاعد يحدث بالبلد من قبل هاي الاحزاب الفاسده اللي استهدفت حكمه العراقيين. يعني فللاسف الصحافه يعني غير جيدا نلاحظها بالعراق، يعني كلها خائفه كلها الناس مرتعبه. هذه الحكومه او كل جميع الحكومات اللي حكمت العراقيين ما مهتمه هذا الامر. ليش؟ لو كان مهتمه مقدمه شعبها بما يكفي لها وحاكمه الحكم اللي بما الله يرضي سبحانه وتعالى لشعبه وحبه لشعبه حبه الولاها، يشوفون ناس يشوفون وضع اللي قاعد يعيش به البلد. فمن توجد الصحافة يتعلمون من هاي الصحافة ويتعلمون من قبل الناس اللي كتبون أو يعرضون أي شيء خطأ، يستفاد من عندها الدولة الحكومة بأنه فلان صحيفة نشرت فلان شيء فلان شيء فلان شيء، ويجب على الحكومة أن تعدل في الخطأ الذي ارتكبته لشعبها وتصحيحه. لكن للاسف هاي الحكومه ما تستعدل بهاي الامور، ما فاهمه هاي الامور شنو دور الصحافه وما مستفاده من هذا الامر. يعني كلها كل ما في حوزتها فيما فكرها انه هاي الامور ما يعني صعب تشهيرها وصعب مقالتها وصعب انه يعني تتوصل للشعب كله، خاصه احنا عندنا بالشعب العراقي يعني تتوفر، والاعلام اللي قاعد اللي يصير عندهم عندهم بس تركيز الصحافة. أكو بعض الصحفيين اللي عندهم إعلانهم مثل يقدمون أشياء يعني لمصالحهم الخاصة أو نقدر نقول على عدد أشخاص يعني اللي موجود عندهم في حسابهم، هذه يحاولون يعني من إعلانها من يعني تشهيرها من فهمها، وهذه الصحافة في نظرهم بأنه الصحافة جيد. لا بالعكس، هذول الناس مأجورين من قبلهم
ويعني يخافون ما يقدرون يسوون غير الامور اللي ترضي بها هذه السلطه، وعلى مود بانه تكتم افواه العالم. واذا احد من نعم تعرفت انا اعتذر منك ابو عمر، بس عندي متصلين كثير ينتظرون اتصال ويدخلوني انا بالبرنامج. شكرا جزيلا لك ابو عمر. ابو مازن من الانبار، حياك الله يا ابو مازن. السلام عليكم. عليكم السلام. اخي انا بس بدي احكي لك عن مود السجن مال الساجي. نعم. نعم حالك. يعني اليوم انا جاني هذا الخبر، اكو شخص اسمه حيدر. نعم. هو هذا المسؤول عن السجناء. نعم. يعني اكل ما ينطيهم ويطلب عندهم فلوس، اذا ما يعطون فلوس يذبهم محادث. نعم. ويعذب بهم، وجاي ناشدون اللي هم ما يقدر لا يخابرون ولا يوصلون كلامهم. نعم. جاي ناشدون هاي نزاعات الرافدين، يقولون خلي يحشون الطارينا احنا الاهل السجن التاجي يشوفون نكاره هذا الشخص قبل فتره، يعني هم مدينا عليهم. نعم. نعمت حالك. وما قلت لك حكي لك لك قاعد أثبت اللي ما عنده فلوس منين ينطي؟ تعلق بك محجر لو تنطيني فلوس عندي. صار إن شاء الله. معاملته حيل وياهم حيل موشي معاملته. إن شاء الله. صار تأمر أمر، تأمر أمر أنت وإخواننا المعتقلين، علماً أنه قناة الرافدين مو ساكتة عن هذا الموضوع، وعندنا حلقات كثيرة خصوصاً في برنامج صوتكم عن قضية المعتقلين والسجون العراقية واللي دا يصير بيها وشنو الابتزاز اللي دا يصير وطريقة التعامل وشون اللي العالم عايشة جوه وشون كمية الأذية اللي دا تصير باتجاه الناس وتدللون وتأمرون أمر، وربي يفك أسر كل واحد موجود بالسجون خصوصاً الأبرياء منهم وأغلبهم أبرياء اليوم. أبو علاء من بغداد، حياك الله يا أبو علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على قناتكم الموقرة. حياك الله أخوي. أني دعيت أحد القنوات الكافرة قناة آفاق، يقولوا لي تعال، وثلاثة أيامان ببابهم مثل مجدان جري حرب بزمن الرئيس العراقي صدام حسين، تاج على رؤوس نور المالكي وعلى عمار الحكيم، ان عالي يشرفهم ويشرف ابائهم ويشرف ابو علاء يعني محمد باقر الصدر الشهيد. ابو علاء اذا تسمح لي، ابو علاء مداخلتك بخصوص شنو؟ ما نريد ندخل انه ما نسمح لاي شخص انه يتجاوز على اي شخص مهما يكون ذاك الشخص، تفضل. وعلى راس عمار وابو عمار واشتعل محمد باقر. شكرا 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 لك ابو علاء. يعني ابو علاء عذرا منك ومن كافه المتصلين، ما نسمح التجاوز، هاي مره ثانيه اقولها، على اي شخص بالعراق من شماله الى جنوبه، ان كان حي وان كان ميت، ما نقبل اي شخص يتجاوز على اي شخص في هذا الخصوص. اليوم عندنا قضيه او موضوع ده نطرحها، الذكرى 192 لتأسيس الصحافة العراقية. الصحافة العراقية في هذا البلد الذي يعد من أخطر بلدان العالم للي يشتغلون بهذا المجال. العراق اليوم اللي يعتبر بؤرة غير صحية وغير سليمة بالنسبة للي يشتغلون بمجال الصحافة. الصحافة العراقية اليوم ما أصبح اسمها صحافة، هي أصبحت شيء يعني أقرب ما يكون إلى رأي الأحزاب السياسية والمسؤولين السياسيين، لأنه اليوم اللي دا يصير بالعراق إذا واحد حكى على أي مسؤول، خصوصاً اليوم يعني اللي يشتغلون بالأحزاب واللي يشتغلون بالميليشيات يعتبرون نفسهم مقدسين منزهين عن الانتقاد، فأي شخص من هذول إذا واحد حكى من الصحفيين عليهم وانتقدهم مباشرة اتخذوا الإجراء اللازم بحق هذا الصحفي. إضافة إلى ذلك صارت تظاهرات بالعراق ثوار تشرين الظاهرة وقالوا كلا إيران وكلا أمريكا، أكو صحفيين راحوا يغطون هاي التظاهرات انضربوا وتكسرت كاميراتهم. هاي الكاميرا اللي هي مو ملك هذا المصور، هذا المصور هو عبارة عن موظف يشتغل في قناة تلفزيونية، القناة هاي سلمتها كاميرا حتى يروح يصور حتى يجيب مجموعة فيديوهات حتى تبث على القناة حتى الناس تشوف. فلما يجي الشرطي ويكسر هاي الكاميرا من راح يدفعها؟ غير اللي انقتلوا، غير اللي انسجنوا، وغير اللي انقتلوا. يعني
بالعقد الأخير يقول 92 صحفي انكتلوا. 92 صحفي رقم مو سهل، لأنه الحرب العالمية الأولى ماتوا بها 4، وهي حرب عالمية. فأنت لما عندك شيء اسمه سلطة رابعة، سؤالي ليش الأحزاب والميليشيات والسياسيين العراقيين يخافون يعطون الحرية لمن يعملون في مجال الصحافة؟ أم عبد الرحمن من بغداد، أم عبد الرحمن حياك الله أمي. نعم أخي، يعني أنا لدي سؤال على مود أقدر أسأل؟ تفضلي أمي. لا موضوعكم، يعني أنا أخويا مغيب صار له 6 سنوات. نعم. وما خلينا ندورنا ماكو يعني. نعم. انشال من التاجي. يا هسه هو موجود بالتاجي لو ما تندلي وين؟ لا هو ما ندلي وين، هو انشالوه من منطقة التاجي. ها أخذوه من منطقة التاجي زين. ايه هو ورا 3 شهور ذكروه بسجن الحواشي اللي بتاعه مرة. نعم. وبعدين يعني اتصل من واحد يعني من قال من داخل السجن على امه، وبعدين طلع اكد لنا واحد سجين طلع من عنده قال هو موجود داخل السجن مال الحواشي. زين رحت سألته غادي؟ سألنا ما خلينا، والله ما خليت حاسبات ما اعرف شنو ماك، وبس العام يجي شهر 7 2019 اجت يعني طلب معلومات علي من المنطقة، قالوا يزكون هذا الولد، قالوا احنا نزكيه ما عنده شيء، وبعد اختفى ما جانا غير شيء. انه يعني اخر معلومة عندكم انه هو موجود بالبصرة؟ لا مو بصرة. لا شنو جت المعلومات عليه من البصرة؟ مرة. لا شنو انت ذكرتي لي انه اكو معلومات من البصرة؟ لا من بغداد جت معلومات من بغداد صلاح الدين. ايه يسألون عنه، ايش تعرفون عن هذا الولد؟ مين يزكيه احد وهاي؟ قالوا احنا نعرف ما عنده اي شيء. وهو الوحيد الام وما عندنا غير الله ثم هو. نعم. ايوه تمام. ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا شكرا لك ام عبد الرحمن، سمعوك كل الناس ان شاء الله. ام عبد الرحمن عندها شخص مغيب ما تعرف عنه اي شيء، وتقول احنا اخر خبر عندنا انه موجود في سجن في سامراء، لكن لليوم احنا نسال عليهم مدى يعطونا اي خبر. هي هاي احدى مشاكل المعتقلين العراقيين اليوم، انه الحكومه العراقيه مدى تنظر بهذا الموضوع بصوره صحيحه حتى توصل للناس انه عندكم واحد معتقل، لأنه ما من حق الحكومة العراقية أو أي مسؤول أو أي حزب أنه يعتقل شخص ويسجنه ويمنعه عن أهله. أما موضوعنا اليوم هو الصحافة العراقية، السلطة الرابعة، عيد الإعلاميين والصحفيين واللي يشتغلون بهذا المجال، هذا العيد اللي بس بالاسم. احنا عندنا صحافة بالعراق بس بالاسم، بس كصحافة عراقية ميتة، واللي قتلوها هم الأحزاب. ليش؟ أوجه هذا السؤال إلى الأخ صباح من بغداد. حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لهاي الذكرى عد الحكومة يعني ما تعني لها أي شيء، لأن الإعلام ومؤسسة الإعلام هيئة الإعلام العراقية مسيطر عليها من قبل الأحزاب المهيمنة هو حزب الدعوة، وتشوف القناة العراقية بدل ما تنقل معاناة الشعب العراقي سواء بالغربية أو بالجنوب أو بالوسط أو ببغداد، وتطلع هاي الملفات الفساد الموجودة هي بالآلاف مؤلفة، ملفات فساد بكل مجالات الدولة. شفنا احنا حزب الدعوة والقانون، القانون القضاء العراقي هيمنهم على الإعلام، يعني بحيث أي شخصية وطنية إعلامية تطلع بالضد من تصرفات الحكومة ونهج الحكومة،
ويستخدمون يقولون الإعلام الحر بالضد من الفاسدين. احنا نشوف القضاء العراقي لو يصدرون مذكرات قبض او يطاردوه او يضايقون عليه، او الكواتم الموجودة عند الحشد الميليشيات الولائية يتم تصفيتها مثل أطوار بهجت وغيرها، ومثل هاي 92 شهيد اللي تم تصفيتهم على ايد الحكومة نفسها. فإعلام احنا ما عدنا، عدنا قنوات للأحزاب، وشفنا احنا هسه منفذنا الوحيد بالاعلام هي قناه الرافدين وكانت البغداديه، وشفنا الضغط عليها، الضغط الحكومي ومطاردتها والضغط عليها ويعتبروها قناه محرضه وغيرها. وبالعكس احنا ان كعراقيين المنفذ الوحيد اللي واحد يحكي بحريه، كلها اللي يتصلون من الجنوب ومن الغرب ومن الشمال، كل المتصلين من كل اطياف العراق يحكون براحتهم. القناة الوحيدة اللي احنا نعبر عن رأينا وعن مشاكلنا وعن ما يعانين المجتمع العراقي. وتشوف هسه مثل قناة العهد والمنار وغيرها وتروج الأحزاب، كلها قنوات تابعة لأحزاب وتمويلها من الفساد الموجود جاي يسرقون الأحزاب. فإعلام احنا ما عدنا، احنا مغيبين، الشعب العراقي والشارع العراقي مغيب، ما حد يقدر من الصحفيين الموجودين يطلع ينقل الحقيقة للعالم الخارجي، للدول الأوروبية أو غيرها أو حتى في الإقليم الموجود احنا داخل الدول الإقليمية، ما حد يقدر ينقل الحقائق الموجودة والظلم اللي جاي يعانيه الشعب العراقي من قتل وتهجير وسرقة وفساد وتغييب وغيرها وميليشيات ولائية، وقانون ماكو وأمان ماكو، كل شيء ما عدنا لا وزارات لا غيرها. ما حد يقدر يحكي من الصحفيين، وتحدى أي شخصية صحفية موجودة داخل بغداد تقدر تحكي بحرية. ليش؟ لأن يعرفون الكواتم موجودة بيد هذا العامر وقيس الخزعلي وأبو حزب الله النجباء وغيره وبأمر من المالكي. فما حد يقدر يحكي، احنا ما عدنا اي اعلام يوصل صوت الشعب العراقي للخارج. شفنا هاي المظاهرات اللي صارت في جنوب العراق، كل الدول العربية والغربية وقفت صامتة، ما قدمت اي خدمة ضد هاي الميليشيات اللي جاي تقتل بالناشطين السياسيين، وهم كلهم من ابناء الجنوب وهم اخوتنا ودمنا، يعني جاي يطالبون بحقوق ومظاهرات سلمية، الدولة جاي تقتلهم. والدليل هذا اكبر دليل عدنا احنا حاليا قاسم مصلح، شون اكو تسجيلات عليه وتهديدات، واهل القتيل يقولون هدده وسوى، والقضاء العراقي برا. اذا احنا القاتل هو الدوله، الميليشيات هي الدوله، الحشد هو الدوله، ما عندنا لا وزاره دفاع ولا عندنا وزاره داخليه ولا امن وطني، ذولي كلهم موجودين فوهات بنادقهم موجهه الى صدور الابرياء فقط. اما الميليشيات الولائيه وغيرها، لا مصطفى الكاظمي ولا ابو مصطفى الكاظمي يقدر يتصادم مع الميليشيات الولائيه. الضغط كل على الشارع العراقي وعلينا احنا واقع ولد القايبة وغيرها جاي نعاني لا مرين، وهم فلوس الآبار النفط كلها عايشين بها سياسية السنة وسياسية الشيعة والمعممين السنة والمعممين الشيعة، ما نستثني أحد منهم. ما حد يقدر ينقل الحقيقة بصورة صحيحة للعالم الخارجي، يقول لهم يابا احنا وين، احنا وين عايشين، احنا عايشين بغابة، احنا يقودها مقطعنا العصر عفوا هو اللي جاي يقود الدولة الخفية، هو اللي بكيفه هو اللي أسس الحشد وصرف عليه مليارات الدولارات، هو اللي بكيفه يسقطون فلان سياسي ويرفعون فلان سياسي، يسقطون الحزب يسقطون الإعلام كيفهم. فالإعلام كله مروج لهم، يروج لهم إلهم، وشو راح نشوفه احنا بالانتخابات المفروض العراقية تفضح كل السياسيين. نعم. العراقية نعم. اللي هي قناة نعم. للدولة، قناة تابعة من الدولة ويأخذون فلوسهم من الدولة غصبا عنا، المفروض ينقل الحقيقة، لكن هم أصبحوا أبواق وبوقتية للحزب الدعوة وللمالك وغير هاي القناة نعم. العراقية نعم. اللي المفروض هي تمثل كل العراقيين. نعم، شكرا لك أخ صباح. مشاهدينا الكرام، صوتكم متواصل وياكم بس بفاصل قصير ونرجع لكم.
كلها خطية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. موضوع اليوم اللي احنا بدنا نحكي به اللي هو الذكرى 192 لتأسيس الصحافة العراقية، هذا القطاع من الحياة اللي من المفترض اللي عند مطلق الحرية أن يحكي ما يريد، أن يحقق صحفيا في أي شيء، أن يكتب في أي شيء، وأن ينشر أي شيء إلا في العراق، لأنه اليوم العراق أصبح من أخطر البلدان على الصحافة وعلى من يعمل في قطاع الصحافة. عدنا عبد الرزاق من بابل، حياك الله. السلام عليكم، شلون صادفك؟ حياك الله أخوي العزيز. أتقدم بأحر التهاني وأسمى التبريكات مناسبة عيد صحافتنا العراقية. نعم. أبطال الكلمة اللي سطروا أروع الملاحم في سوح المعارك وفي سوح التظاهرات. لكن تمنياتي للصحفيين العراقيين والقنوات العراقية والإعلاميين العراقيين أن يكونون مهنيين، نعم، لا حياديين، يعني يكونون أهل موضوعية. ويعني بهذه المناسبة أشكر قناة الرافدين اللي تستقبل آراء المواطنين العراقيين، اللي صراحة يعني ترقى المعاناة العراقيين. أنا أختلف ويا الأخ المتصل قبل شوية اللي قال إحنا ما عندنا صحفيين، بالعكس إحنا عندنا صحفيين أبطال، لكنه المؤامرة على العراق كبيرة يا أستاذ أخل. عندنا صحفيين نقلوا الأحداث من ساحات المعارك، من سوح التظاهر، يعني شو مثل ما تقول استقبلوا الرصاص بصدورهم الإعلاميين العراقيين، بالعكس أبطال، لكنه المؤامرة والهجمة على العراق كبيرة. فأسأل الله العلي العظيم أن يحفظ العراق والعراقيين وأن يحفظ الإعلاميين العراق. تحياتي لك أستاذ أخل. شكرا، شكرا لك أخي العزيز. يعني الإطراء اللي دا يوصل إلى قناة الرافدين مشكورين عليه، وقناة الرافدين تقدم لكم أسمى آيات الشكر لكم، لكن هذا واجبنا، احنا ما نريد إطراء من أحد. واجب القنوات اليوم هي أن تنشر للناس الحقيقة، وهذا البرنامج اسمه صوتكم، فأنتوا اللي تحجون به مو احنا. أبو فاطمة من النجف، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام أخوي العزيز. الله يحفظك، تحية لك ولكافة الأخوة في قناة الرافدين. حياك الله أخوي الوطنية. الحقيقة موضوع الصحافة وميدان الصحافة أيضا هو من الميادين التي أراد الغزاة أن يدمروه، ولأنه معروف الصحافة هي السلطة الخامسة، وكما تفضل الأخ قبل قليل أنه الصحفيون والإعلاميون في العراق معروف تاريخهم، والجرائم التي تمت بحق كثير من الصحفيين والإعلاميين وحتى القنوات كيف يتم تدمير وتفجير بعض القنوات. أنا أتذكر في بداية الغزو كيف هجموا على قناة تذكر الشباب وقتلوا كل من فيها. إيران رادت أن تكمم أفواه الناس، الصحافة من بينها، كذلك تم قتل كثير من الصحفيين العراقيين الأبطال، نسأل الله أن يحسبهم من الشهداء. وأصبح العراق من الدول الـ يعني التي من التي تصدرت قائمة الاعتداء على الصحفيين وقتلهم، هذا معروف. ثم استخدموا أخي أفل طريقة أخرى في قتل الصحافة والإعلام، أن جعلوا للميليشيات دور في هذا الميدان، كما معروف أنه ميليشية المجرم قيس الخزعلي تم إناطة وزارة الثقافة، ليس كذلك لهم؟ فهذا المجرم ماذا يستطيع أن يقدم للعراق وهو أعتذر هو ذيل من ذيول إيران؟ فهكذا إيران طبعا تحاول أن تدمر هذا الميدان، كما دمرت الميدان التعليمي عندما أناطت للمجرم علي زندي الأديب وغيره. ف
ولكن مع ذلك إن شجرة العراق جذورها عميقة ولا تؤتي كلها كل حين، لأن العراقي أصيل، عراقي عربي أو كردي أو مسيحي أو كذا له تاريخ، لا يستطيعون هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الناس التي يعني الدمج وغيرهم أن يؤثروا أخي أفل على الصحافة وعلى الإعلام. ونحن نبارك في نفس الوقت هذه الذكرى لكل صحفي شريف وأصيل أن وبعيد عن، لا يتأثر بالطائفية ولا يتأثر بأي شيء. والفتنة التي أشعلوها قبل أيام بخصوص تدمير إزالة تمثال هنا وإزالة مقام هنا انقلبت عليهم، لأن العراقي بعد لا يصدق بهؤلاء هذه الأكاذيب وبما يشاع في العراق من أمور لإثارة الفتن. وشكرا جزيلا أخي. شكرا 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 لك أبو فاطمة. اليوم المشكلة يعني بأي سياسي أو أي واحد يعتبر نفسه مسؤول، مع العلم أنه هم يعني من سابع المستحيلات أن يكونوا مسؤولين، هم متسلطين على رقاب الناس، هم عندهم نفوذ، لكن كمسؤول بحيث أنه هو يكون مسؤول عن أفعاله، لا. أي واحد من ذول السياسيين أو من يعتبر نفسه سياسي، أي قناة تريد تسوي يا لقاء يشرط عليها يقول لهم أوكي أنا أطلع وياكم بس على شرط الزولي الأسئلة، على شنو؟ ما أعرف على شنو. أنت موظف أو أنت مسؤول أو أنت لازم لك وزارة أو مدير عام أو أي مكان أنت كنت بيه، يعني لما يجيبون أي قناة تجيب مثلا واحد يشتغل فرضا وزير دفاع، شو راح تقول له الخطة العراقية للري شنو؟ لو كمية الأمطار اللي نزلت بالعراق راح تكفي الشعب لو لا؟ لو حصة العراق المائية؟ بالتأكيد راح تسأل عن وزارة الدفاع. لما تجيب برلماني ويشتغل في لجنة ما، اللجنة المالية، راح يسأله يقول له وزارة الداخلية شلون اشتغلت؟ أو أكو صفقات سلاح؟ بالتأكيد لا. بس هم لأنه يعرفون نفسهم كلش زين، أنه مثل ما قال مشعان الجبوري، ماكو واحد بالعملية السياسية مو مرتشي. حتى هو اللي حكاها قال أنا أخذت رشوة، بوقتها قال مبلغ مليونين دولار ما أدري إيش قيت. فيعرفون نفسهم أنهم على خطأ، فيقول لك دز لي المحاور لأنه يخاف لا ينكشف. أحمد من كركوك حياك الله. نعم تفضل أخوي. الصحافة. نعم أخوي تفضل. أغاتي تعال الهواء. ما صحافة ما أكو واحد يحكي رأي صحيح حشاكم، يعني مثل ما يقول ماكو واحد شنو؟ الصحافة ماكو صحيح، يعني وعد بالحكومة الحالية صحافة شنو من الصحافة كله غش بعيدين عن الصحيح. زين. نعم. يعني ماكو شيء مخلوشين كله قشي وقتل الشعب. لا احنا ما بدنا نحكي عليهم هم، يعني بدنا نقول اليوم الذكرى 192 لتأسيس الصحافة العراقية. ليش اكو خوف من هذه السلطة؟ ليش اكو خوف من الصحافة؟ ليش اكو تكميم افواه الصحفيين؟ ليش اكو تكتيم اعلامي حول ما ينشر؟ ليش اكو منع الى قنوات ان تشتغل بالعراق اليوم؟ هذا بدنا نحكي بيه اخويا. ما الاذهم مسيطرين عليهم، جاملونهم مجاملة، والبعيدين عنهم يحسون الحق اذا ما يريدونهم، يعني ماكو يعني حرية صحيح، كله حكي بحكي. نعم شكرا 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 لك اخويا العزيز. يعني 152 سنة ذكرى 152 سنة، قرن ونص وسنتين، قرن ونص من المفترض أن تكون الصحافة العراقية اليوم من كبريات مراكز الصحافة العالمية. من المفترض دولة عندها نقابة عمرها 152 سنة أن تكون هاي النقابة فاعلة بهذا البلد.
من المفترض أنه نقابة عمرها 152 سنة تدافع على من يعمل في هذه المهنة. يعني اليوم لما يطلع لنا مؤيد اللامي ويقول لنا بتصريحة أنه عدد ضحايا من الصحفيين العراقيين فاقت مثيلاتها في حروب عالمية بسبب الأحداث الأمنية والحروب التي تعرض لها العراق، ايش تتوقع يعني ردة الفعل نتيجة هذا التصريح استاذ مؤيد نقيب الصحفيين العراقيين؟ شنو اللي قدمته للصحفيين؟ بشنو ضغطت انت على صناع القرار كونك انت نقيب صحفيين المفروض انت قريب منهم؟ شنو اللي قدمته للصحفيين العراقيين بحيث لما يطلع الصحفي العراقي يشتغل يقول انا عندي رئيس نقابة يحميني، او عندي نقيب يدور ورايا، او اشتغل بحيل صدر ويقول انا نقيب فلان حصل لي فلان قرار وقدم لي فلان شيء. لو يطلع لي مصطفى كاظمي ويهنئ بمناسبة الذكرى 152، شنو يقدم تصريحك او تهنئتك؟ او محمد الحلبوسي لما يطلع ويهنئ ايش راح تسوي؟ قانون حماية الصحفيين استاذ محمد ايش قدمت له؟ قانون موجود بأروقة البرلمان العراقي من يوم اللي تأسس البرلمان لليوم، من 2003 لليوم هذا قانون موجود، وما زال لليوم هو موجود بالمجر، ما حد قدر يفتحها، ما حد قدر يحكي بيها. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لمقدم البرنامج ولإدارة قناة الرافدين المجاهدة والمشاهد الكريم، وأقول لحكومة العراق العميلة وللشعب العراقي أجمع وللجامعة العربية والدول العربية والعالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامع الأزهر أن جامع أبي حنيفة النعمان توأم القدس الشريف خط أحمر، سوف ننهض بقوة ونكون مشاريع استشهاد، وأنا أول الشهداء وبقوة موحدة مع كل أبناء الشعب العراقي بدون استثناء وبكل ما نملك بقوة عقيدة الإسلام والوطن للدفاع عن جامع أبي حنيفة النعمان، وهو خط أحمر في حال المساس بهذا الصرح العظيم ليس للعراق بل للعالم الإسلامي أجمع، وها هنا العبرة والحد الفاصل للشعب العراقي مع هذه العملية السياسية والأحزاب الفاشلة صنيعة الاحتلال، وحان وقت الخلاص ونصر العراق وشعبه وإخراج الاحتلال الأمريكي الإيراني وعملائهم صاغرين إلى مزبلة التاريخ، والله ناصر المؤمنين، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، المرجعية الإيرانية تريد بس لطم، أبو حسين من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم من بغداد، زوجي وأولادي مفقودين من تحرير الموصل وما خلينا مكان ما رحنا عليهم، ما يطون الصدق، والله ملينا وإحنا نطالب بالعفو العام، وين وعودك يا مصطفى الكاظمي؟ نريد نعرف ولدنا وين مسجودين وين هم مفقودين، والله ما عندنا غير الله وغير هم بهالدنيا هاي كلها، أخذوهم من 2017 والحد هسه ما نعرف بيهم وين ما وين، واتمنى توصل صوتنا وشوفونا ولدنا وين هسه، بس نريد نعرف وينهم، والله طلعت روحنا وإحنا ندور وما يطونا الصدق. إخواني الأعزاء، اليوم أكو قضية لازم نفهمها، ما هو معنى السلطة الرابعة اللي ذكرته؟ السلطة الرابعة اللي هم الصحافة، من يعمل في هذا المجال ما أقول لك عنده حصانة، لكن عنده إمكانية وصول إلى أي مكان، أي مكان، أي مكان تتخيلوه بالدنيا من حق الصحفي أن يدخل له. ما أتوقع أنه في يوم من الأيام أكو دولة منع الصحفي أن يؤدي واجبه، وكهواية صحفيين اشتهروا أكثر من الفنانين وأكثر من كثير، وأكو أسماء في الصحافة هم قامات وأعلام ومشهورين في كل بلدان العالم، نتيجة أنه أكو مساحة وأكو حرية لما يتكلمون. أتمنى المسؤولين العراقيين اليوم ينظرون إلى هذه القضية، وأتمنى لما يطلع لنا مؤيد اللامي وعايد الصحفيين العراقيين بذكرى تأسيس الصحافة العراقية 152 ما يقعد يعطيني إنشاء ويقول لي شنو اللي صار بالقرن النص الماضي، أو يعطيني عدد الضحايا، أتمنى يعطيني خطة حتى يحمي من يعمل في هذا المجال، حتى من يعمل في هذا المجال يقدم الحقيقة للناس، على أمل
لو شافت العالم كل ما يحصل بالعراق اليوم يتغير اللي دي يصير بالعراق ويصير حالنا أفضل من الحال اللي إحنا عايشين، لأنه ما ليكون العراق هو أسوأ بلد بالعالم ما نحبها، وما ليكون العراق أخطر بلد بالعالم همنا ما نحبها، وما تكون مدينة بغداد هي أسوأ مدينة للعيش بالعالم همنا ما نريدها. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر. في أمان الله.